ولمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا هاتفين الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي. بعد التحية دكتور أشرف، اجتماع مهم للرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزيري الزراعة والتجارة والصناعة وتوجيه مباشر من الرئيس بتحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية للقطاع الزراعي، كيف ترى هذا التوجيه في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار السلع الغذائية؟ تحية لحضرتك وللمشاهدين الكرام. في الواقع يعني هذا توجيه في غاية الأهمية، ويأتي في سياق اجتماعات المتابعة الدائمة للرئيس لأداء القطاع الزراعي في مصر، ولذلك أهمية كبيرة في ضوء الأزمة الأخيرة عالميا، أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تتزايد أهمية اعتبارات الأمن الغذائي بشكل كبير، ويأتي ذلك في قلب اهتمامات القيادة السياسية، ويعني يتم العمل في مصر في إطار محورين رئيسيين في هذا السياق. المحور الأول هو التنمية الرئيسية من خلال زيادة إنتاجية الفدان من مختلف الحاصلات التي ارتفعت في مصر بشكل كبير من خلال أداء مختلف المراكز البحثية وفي قلبها مركز البحوث الزراعية. والمحور الثاني هي المشروعات القومية الزراعية الكبرى التي يتابعها الرئيس بنفسه دائما، والتي تشتمل على مشروع 1.5 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة الذي يضم مشروع مستقبل مصر، قدم عن مشروع تنمية سيناء الحبيبة. ذلك يأتي بغاية الأهمية لتحقيق أهداف محددة لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030، ويأتي على في مقدمتها تحقيق الأمن الغذائي والعمل على رفع نسب الاكتفاء الذاتي من خاصة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح، بالإضافة إلى الذرة الشامية والمحاصيل الزيتية والبقول وغير ذلك من المحاصيل. نعم دكتور أشرف. دكتور أشرف، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع اليوم أيضا على أهمية تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محليا وأيضا دوليا، وربط الانتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة. كيف يمكن للدولة تحقيق هذه الأهداف؟ يتم تحقيق هذه الأهداف من خلال آليات محددة. على سبيل المثال بالنسبة لهدف تنمية الصادرات الزراعية المصرية، يعني هي قصة نجاح هذا العام بكل المقاييس، 5.6 مليون طن خلال عام 2021-22، وتمكنت مصر من احتلال المرتبة الأولى في تصدير البرتقال عالميا بعد أن كانت أسبانيا تحتل تلك المرتبة. من ضمن الآليات تحقيق ذلك الهدف نظام التتبع للمحاصيل الزراعية، بتتبع مسار المنتجات الزراعية بدءا من المزرعة وصولا إلى مائدة المستهلك، ودور كبير للحجر الزراعي، ودور كبير لمختلف المعاهد التابعة لمركز البحوث الزراعية. ثقافة الجودة هي كلمة السر لولوج الأسواق العالمية. أما بالنسبة لتحقيق الأمن الغذائي فذلك يتم من خلال تطوير الأصناف المختلفة، بحيث يكون هناك أصناف تتحمل الإجهاد البيئي ومرتفعة الإنتاجية في نفس الوقت، وتتحمل مختلف الظروف الجوية، فضلا عن تطوير المعاملات الزراعية، فضلا عن دور الإرشاد الزراعي في نقل التكنولوجيا من المراكز البحثية إلى المزارع. دور كبير لوزارة الزراعة ومراكزها البحثية في هذا السياق. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، شكرا جزيلا لك.